بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل لقاءنا في الوحدة الثانية التباديل والتوافيق، ومع الجزء الثاني من موضوع التباديل permutations. تعرفنا سابقا على هذه التعاريف وقلنا أنه كل ترتيب لعناصر مجموعة ما يسمى ماذا؟ يسمى تبديلا. كذلك عدد تباديل نون من العناصر مأخوذة راء في كل مرة هي عبارة عن نون لام راء، وعدد عناصر أو عدد تباديل نون من العناصر مأخوذة نون في كل مرة هي عبارة عن ماذا؟ نون لام نون يساوي نون مضروب. أيضا تعرفنا على هذا القانون، نستذكره معا، اللي هو نون لام راء يساوي نون مضروب على نون ناقص الراء مضروب. خلونا نشوف هذا المثال التمهيدي. يقول المثال: إذا كان لدينا مجموعة الأحرف ألف باء جيم دال هاء، خمسة أحرف. السؤال: كم عدد تباديل ثلاثة أحرف؟ يعني أريد أخذ ثلاثة أحرف من مجموعة الأحرف الخمسة الموجودة. إذا لاحظ عندي مجموعة أم، مجموعة كبيرة اللي هي ماذا؟ اللي هي ألف وباء وجيم ودال وهاء، خمسة أحرف. أنا أريد منها ماذا؟ تباديل ثلاثة أحرف فقط لا غير. إذا هنا أستخدم التباديل. إذا من الخمسة أريد ثلاثة بشكل مرتب. إذا من الخمسة أريد ثلاثة أحرف فقط لا غير بشكل مرتب. إذا خمسة لام ثلاثة. كم عدد تباديل حرفين؟ إذا من الخمسة أريد فقط لا غير حرفين بشكل مرتب. لربما يكون ألف وباء، لربما يكون باء وألف، لربما يكون جيم ودال أو دال وجيم. إذن الحرفين اللذين أخذهما من المجموعة، من مجموعة الأم، أريد أخذهم وبشكل ماذا؟ وبشكل مرتب. إذن هنا نستخدم التباديل. خلنا نشوف مثال الأول. جد عدد الطرق المختلفة لجلوس أربع طلاب على ست مقاعد في صف واحد. إذن لاحظ عندي أنا أربع طلاب، أريد أجلس الطلاب الأربعة على ماذا؟ على ست مقاعد. عدد الطرق، لاحظ إذن أريد لماذا من الست مقاعد أريد فقط لا غير أربع مقاعد. هل أريدهم بشكل مرتب؟ نعم أريدهم بشكل مرتب لإجلاس أربع من الطلاب المختلفين. إذن ستة لام أربعة يساوي ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة. بنفس الفكرة تماما حليناها سابقا باستخدام ماذا؟ باستخدام مبدأ العد. وقلنا الطالب الأول لديه ست خيارات، الطالب الثاني لديه خمسة، الطالب الثالث لديه أربعة، والطالب الرابع لديه ثلاث خيارات فقط لا غير من الكراسي. خلنا نشوف الإجابة طبعا 360 طريقة. إذن خلينا نشوف مثال آخر. مثال اثنين: صف به 25 طالبا، يراد اختيار ثلاث طلاب لتمثيل مجلس الصف، رئيس ونائب رئيس وأمين الصندوق، فبكم طريقة يمكن عمل ذلك؟ إذن من 25 طالبا من هذه المجموعة الأم، المجموعة الكبيرة هذه، أريد ثلاث طلاب فقط لا غير وبشكل مرتب. بشكل مرتب لأن الطالب الأول راح يكون في الرئيس، هو نفس الطالب لو اخترناه الثاني راح يكون ماذا؟ نائب رئيس. والأمر مختلف لو اخترناه في الاختيار الثالث راح يأخذ ماذا؟ أمين الصندوق. إذن الاختيار راح يكون من المجموعة الأم بشكل ماذا؟ بشكل مرتب. لأجل ذلك 25 من المجموعة الأم هذه راح نأخذ منها ثلاثة بشكل مرتب، 25 لام ثلاثة. إذن 25 ضرب 24 ضرب 23 يساوي 13800 طريقة. مثال آخر: أراد مشرف جماعة أو أراد مشرف جماعة الإذاعة عمل إذاعة صباحية مكونة من خمس فقرات: المقدمة، القرآن، الحديث، الحكمة، الكلمة، خمس فقرات. على أن يتم اختيار طالب واحد لكل فقرة من بين 20 طالبا مشاركا في جماعة الإذاعة، فبكم طريقة يمكنه فعل ذلك؟ إذن أنا عندي المجموعة الأم، المجموعة الكبيرة،
موجود فيها ماذا؟ موجود فيها 20 طالبا، أريد منهم 5 طلاب، هل بشكل مرتب؟ نعم بشكل مرتب. إذن 20 لام 5، 20 لام 5، لأنه عند اختياري أحمد الاختيار الأول راح يقرأ المقدمة. لو اخترنا أحمد مثلا الاختيار الثاني راح يقرأ القرآن، وهكذا أيضا. إذن عملية الترتيب وعملية الأخذ هنا مهم فيها الترتيب، مهم فيها الترتيب، لأجل ذلك نستخدم التباديل. إذن 20 ضرب 19 ضرب 18 ضرب 17 ضرب 16 يساوي 1,860,480 طريقة. ملاحظة، عدد طرق ترتيب نون من العناصر يساوي كم؟ مضروب نون. إذا أردت أني أرتب 6 أقلام مضروب 6، 6 طلاب مضروب 6، 10 من الورود مضروب 10، وهكذا. بكم طريقة يمكن ترتيب 10 كتب على المكتبة؟ كم راح يكون الجواب؟ 10 مضروب. مثال آخر، بكم طريقة يمكن أن يجلس 5 طلاب على استقامة واحدة؟ إذن أنا أرتب ماذا؟ 5 طلاب، إذن مضروب 5. مثال، ما عدد طرق اختيار رئيس شركة ونائب له ورئيس العلاقات العامة من بين 20 موظفا في الشركة، علما بأن الشخص الواحد لا يشغل أكثر من وظيفة واحدة؟ إذن أريد اختيار رئيس شركة ونائب رئيس ورئيس علاقات عامة، إذن 3 مراكز من بين 20 موظفا في الشركة. لأجل ذلك عندي المجموعة الأم 20، أريد منهم ماذا؟ أريد منهم فقط لا غير 3. مهم الترتيب ولا ما مهم؟ مهم الترتيب، نعم مهم الترتيب. اختياري للشخص بحيث أنه يكون رئيس الشركة يختلف تماما عن اختياري بحيث كونه نائب رئيس، أو يختلف لما اختاره رئيس العلاقات العامة. لأجل ذلك هنا ماذا؟ هنا التباديل، مهم الترتيب. إذن 20 لام 3. مثال آخر، حضر اجتماع مجلس الآباء 5 طلاب مع آبائهم الخمسة طبعا، بكم طريقة يمكن ترتيبهم على استقامة واحدة؟ بحيث أولا بدون قيد، بدون قيد يعني يستطيع أي من الآباء الخمسة وأي من الأبناء الخمسة أو الطلاب الخمسة أن يجلسوا في أي مكان يشاءوا، بحيث أنهم يجلسوا على استقامة واحدة. لأجل ذلك راح يكون عندي 10 أشخاص، ترتيب 10 أشخاص هو عبارة عن ماذا؟ مضروب العشرة، مضروب العشرة. إذن يساوي مضروب العشرة يساوي كم؟ يساوي 3,628,800 طريقة. الجزئية باء، يجلس الآباء متجاورين والطلاب متجاورين. نلاحظ أن طريقة ترتيب 5 من الآباء هو عبارة عن ماذا؟ 5 مضروب، راح أرتبهم مع بعض متجاورين فقط لا غير، هم بأنفسهم. إذن 5 مضروب. ماذا عن الطلاب؟ أيضا 5 مضروب لأن عندي 5 طلاب. هنا نلاحظ أن لأن أريد أن أجلس الطلاب بأنفسهم، إذن نعتبرهم ماذا؟ كحزمة واحدة، كأنهم شخص واحد لأنهم يتحركوا مع بعض. ماذا عن الآباء؟ راح أعتبرهم أيضا كحزمة واحدة، إذن عندي حزمتين أو شخصين. إذن ترتيب الشخصين هو عبارة عن ماذا؟ عن مضروب الاثنين، عن مضروب الاثنين، لأن الآباء لربما يكونوا في اليمين أو على اليمين، أو لربما يكونوا على يسار الطلاب. لأجل ذلك راح يكون عندي 28,800 طريقة. مثال آخر، بكم طريقة يمكن تنظيم جلوس عائلة مكونة من أم وأب وخمسة من الأبناء على استقامة واحدة بحيث يجلس الأب والأم بجانب بعض؟ إذا المطلوب هو ماذا؟ هو ترتيب هذه العائلة على استقامة واحدة بشرط وجود أو جلوس الأب بجانب زوجته، جلوس الأب بجانب الأم. إذا ننظر بداية للقيد، الأم بجانب الأب، إذا ترتيبهم ماذا؟ مضروب الاثنين، مضروب الاثنين، لأن هذا هو الشرط الموجود.
الآن نلاحظ أن الأب والأم يتحركون وفق هذا التنظيم كأنهم شخص واحد، كأنهم شخص واحد دائما في عملية الجلوس. لأجل ذلك راح أعتبرهم حزمة واحدة، كأنهم شخص واحد فقط لا غير في هذه العائلة. إذن عندي 5 أبناء وشخص واحد الذي يمثل حزمة الأب والأم. إذن راح يكون عندي 5 أبناء وشخص، إذن صاروا عندي ماذا؟ 6 أشخاص. أرتب 6 أشخاص، إذن مضروب 6 راح يكون عندي 2 مضروب ضرب مضروب 6 يساوي كم؟ يساوي 1440 طريقة. مثال آخر، بكم طريقة يمكن ترتيب كتب بالعرب التي لديه، وهي 3 كتب مختلفة في الجغرافيا، 4 كتب مختلفة في الرياضيات، 5 كتب مختلفة في اللغة العربية، في رف من رفوف مكتبته المنزلية بحيث تكون كل مجموعة كتب من نفس النوع متجاورة. إذا عندنا هنا قيد، ما هو القيد هذا؟ هو أن تكون الكتب من نفس النوع متجاورة. لأجل ذلك بداية علينا ترتيب الحزمة الواحدة التي سوف تكون متجاورة. أولا كتب الجغرافيا، عندي 3 كتب، إذن مضروب 3. ثم بعد ذلك كتب الرياضيات المختلفة، إذن مضروب 4 لأن 4 كتب. ماذا عن اللغة العربية؟ كتب اللغة العربية عندي 5 كتب، إذن مضروب 5. مثال آخر، بكم طريقة يمكن ترتيب كتب بالعرب التي لديه، وهي 3 كتب مختلفة في الجغرافيا، 4 كتب مختلفة في الرياضيات، 5 كتب مختلفة في اللغة العربية، في رف من رفوف مكتبته المنزلية بحيث تكون كل مجموعة كتب من نفس النوع متجاورة. إذا عندنا القيد هنا الموجود هو ماذا؟ هو أن تكون الكتب من نفس النوع متجاورة، إذا عبارة عن حزمة واحدة تتحرك كحزمة واحدة. أولا كتب الجغرافيا، ننظر للقيد صحيح اللي هو تجاور الكتب. أولا كتب الجغرافيا، كتب الجغرافيا عندي 3 كتب مختلفة، لأجل ذلك 3 مضروب، ترتيبهم 3 مضروب ضرب كتب الرياضيات، إذن 4 مضروب لأنه عندي 4 كتب مختلفة في الرياضيات. ماذا عن اللغة العربية؟ 5 مضروب لوجود 5 كتب مختلفة في اللغة العربية. إذن هذا تراتيب كل مجموعة من الحزم. الآن كل حزمة، كل مجموعة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن حزمة واحدة، عبارة كأنها كتاب واحد فقط لا غير، لأنه يتحرك مع بعض أو يتحرك مع بعض. لذلك عندي كتاب واحد نعتبره أنه حزمة واحدة، إذن حزمة واحدة في الجغرافيا، حزمة واحدة في الرياضيات، وحزمة أخرى في اللغة العربية. إذن عندي 3 حزم، ترتيب 3 حزم عبارة عن ماذا؟ 3 مضروب، 3 مضروب. إذن الإجابة هي عبارة عن ماذا؟ 103,680 طريقة. أرجو أنني قد وضحت هذا المفهوم بشكل جيد وأسهمت في توضيحه لكم جميعا. إلى اللقاء.